عفوا الاخوان كلهم شنو هي اهم المشاريع اللي كدار الان التي هي في طور الانجاز الان بجماعه ديال تلوكيت. جماعه تلوكيت اللي الحمد لله عرفات واحد القفزه كبيره، وراه كنا واحد الوقت كنا تنحشموا كاع ندوزو من تلوكيت نظرا لهذيك السوق ديال الطرق والسوق ديال المركز، ولكن الحمد لله خلينا نفتخروا جميع هذا المستوى اللي وصلت له تلوكيت، والتأهيل راه هو مازال غادي في الطريق باش هذاك السوق حتى هو ان شاء الله يخرج من تما وتكون الامور ان شاء الله تكون في احسن الظروف ان شاء الله. ما فيها باس عفاك السيد مدير الوكاله الجهويه، ما فيها باس يعطينا بعد واحد لمحه صغيره وقصيره على اهم المشاريع اللي كتنجز الان بجماعه ديال تلوكيت. تفضل السيد المدير. شكرا سيد العام. دونك كيعرف كتعرف الجماعه ديال تلوكيت واحد المجموعه ديال المشاريع اللي هي تمويل من طرف المجلس ديال الجهه، وتقريبا المشاريع المبلغ الاجمالي ديال المشاريع هو 200 مليون ديال الدرهم، 200 هي 20 مليار، 20 مليار ديال المشاريع اللي كتعرفها ديال تلوكيت. دونك اهم المشاريع اللي غادي نذكرو لكم، كاين تهيئة، كاين بناء ديال الطريق ديال إزروان، هذه راه في طور الإنجاز وصلت 40%، كاين الطريق ديال أنقا خداش، هذه راه وصلت 90%، كاين الإكليراج اللي كان دار في المركز هنا، إنارة العمومية، إنارة، دوك هذا راه كمل 100%، شحال الضوية كان رئيس؟ شحال باقي لنا واحد بارتي ديال الملان مع المكتب الوطني، ولكن 90%. كاين كاين الطريق اللي شنا دابا حاليا 47 مليون ديال الدرهم، تقريبا 5 مليار، كاين تأهيل ديال هذاك الترافيرسي ديال الكاتدرال، المركز ديال الكاتدرال، هذاك فيه 5 مليون ديال الدرهم، كاين أشغال ديال الماء إيت علي وعبيد الله. هادي 0.4، دابا كنديرو لي طرافو دو فوراج، وغادي يكون بعد التجهيز ديال هذاك الفوراج والبانيلات ديالو تقريبا غادي نوصلو واحد 1 مليون درهم، مليون ديال الدرهم، 100 مليون. كاين انجاز واحد دي فوراج في البيت تقريبا عندنا واحد 80 مليون ديال لي فوراج، وكاين اثقاب ديال الماء، اثقاب مائيه ديال في تشيلو. شحال نتايا؟ تقريبا عندنا 80 مليون، 80 مليون كاين فيما يخص الانجاز ديال واحد المركز ديال الريادات المائيه، هذا فيه 254 مليون ديال الدرهم سنتيم، هذا تسمى فيه تقريبا 80%. اذا كما قلت كاين كذلك تاهيل ديال السوق اللي هو تقريبا واحد المبلغ ديال 30 مليون ديال الدرهم، 3 مليار. دونك هذا بايجاز المشاريع اللي حاليا في طور الانجاز، وكاين ان شاء الله مشاريع مستقبليه اللي غادي يعرفها اللي كاين مشاريع اللي حنا في طور الدراسه ديالها ان شاء الله، اللي غادي تكون غادي تراها النور ان شاء الله في هذه السنه هذه. جزاكم الله. السلام عليكم. اولا نشكر اي تي لكويت تمازير واستقبال يعني سعاده العام الوطن المرافق في برنامج كويت تمازير، ما كاين مشكل ديالنا، ما كاين مشكل هذا الاستقبال موت خاتم اود المسؤولين ذات كاني في تمازير اللي المسؤوله قاعده اللي هي برلمانيه ورئيس الجامعه العام الوالي سديني الاستقبال خاتم او اديسين بانهم دنت حتى لا ينخاضر وثاني ثانيا الحمد لله كنت في فرنت المشاريع قديمه المشاريع المشروع ديال الكويت زاوية حنصار، هذا المشروع اريس التوارجه زي ما يدنوا لولا الحمد لله هذه لا هات يونفا ديالات نغزيت الزاوية حنصار ديالات نغ ماشي غير الزاوية حنصار ديالات نغ تمرير المهم ابريد ان شاء الله تقلب الدغيبس ان شاء الله. هذا نشكر سيد العام لو دمتا
هذا هي المجهود اي المشروع انت بغيتي لو تقدري تعاون ليا المشروع يتقلب في جوج ديال الزمان ان شاء الله كي لي يلا مشروعين خصنا نفتي بغيتي كاين في الجامعه جميع الجهات الى المشروع تنوان نرجي بقى نحاول تنزري انا نربط تيلكويت ديال نرجي حتى تبني من لا بلي تخاطي نحاول نربط المهم ديتي لي المجهود اخذ هذا المجهود خاص ايتي لكويت بحكم الكاتب والمزير تاعي غير تقال ديال المجهود خاص ماشي غير ايتي لكويت الجامعه تكون لان المستقبل انت مزير هو بريديت ان شاء الله كان عاون ان شاء الله الدغول الومان يساف لغون فوشي ان ان شاء الله لا كاتدرالي تخدي الدن لان الاقتصاد كيعيش ندا اللي تدون على برا نتمنى ان شاء الله هاد الملامح التغيير اللي تبين ان شاء الله نبدا غير في ساعتين او ديك ثلاثه ان زايد ان نوسع السوق ما كاين مشكل انا اللي فيهم ما كاملينش الا كان الا ان زايد ان نادي في السوق لا غير السوق حلال يا السوقين قان زارت السوق مدن يا الوقت المزار نقط نوتف الوقت تما هما ديفريان سونتر غير حلال السوق ديك لي راج الضو يا منطقه سياحيه خصها تشوف المنظر سوقنا الا انا سيدي شعل خفت ما زرت بعدا زرا ما سيد سيدي تحلى بعدا ما يدور حنا المهم الجهه راه هنا الاشاره للجامعه انت اللي قلت الجامعه تاخذ ان شاء الله للتنميه للمناطق والحمد لله تاخذ المصالح هذه تبين الحمد لله الله يعاونك والحمد لله دان تشكر خوشي الجميع اعضاء الجهه البرلماني الرؤساء الشباب نشكروا بعد المجهود ونكون هذا الواجب غير في التمازير يعني هذا الواجب غير في الرئيس نخدم دابا مازلت نتني زراب الحمد لله شكرا الجامعه ديال الموقع ديال السياحي وكذلك الكثافه السكانيه الان عده مشاريع اللي طلقات هنا واللي دارت ما احنا مستعدين الى عندكم افكار عند المجلس وعند الساكنه مرحبا بكم نتعاونوا معكم ونزيدوا القدام مازال ان شاء الله جزاك الله فين